شابتر 16 basic concepts of endocrine regulation in general. اوكي هسه هذا هو الاساس مال الاندوكراين الشابتر. سو بكل الاساسيات بيسكس لازم نفهمهم. In general endocrine physiology is concerned with the maintenance of various aspects of hemostasis. يعني شنو الوظيفه مال الاندوكراين الاساسيه؟ هو انه يمينتين الهيموستاسيس. والهيموستاسيس هو شنو؟ هو الاتزان مال وظائف الجسم. اوكي the mediators of such control, المدياترز العوامل اللي راح تشتغل عندي او الوسطاء اللي راح يسوي لي هذا الكنترول او الاتزان من هم ذولي؟ هم soluble factors known as hormones. soluble factors معروفين باسم الهرمونز. اوكي هاي هي الهرمونات. الهرمونات شنو بعد عندي؟ the endocrine system differs from other physiological systems. شنو اللي يخلي الاندوكراين سيستم مميز عن باقي السيستمات؟ عندي الريسبيراتوري سيستم مثلا، ليش الاندوكراين سيستم مميز اكثر من الريسبيراتوري الجهاز التنفسي؟ لانه الاندوكراين سيستم يكون in that it cannot be distinctly defined based on شنو on anatomical boundaries. يعني شنو؟ يعني انه هو ما محدود بحدود تشريحيه بكل الجسم يكون. اوكي مو بحدود تشريحيه مثلا مثل الجهاز العظم الهضمي يبلش بالماوث وينتهي بالانس، فهو تراك هو تيوب واحد ومحكوم بحدود شنو تشريحيه. اما هنا لا، فهذا موجود بكل الجسم مثل ما يقول هنا it operate as a distributed network composed of gland متكون من الغدد والسيركليتنج مسنجرز اللي هم قصده بالهرمونات، قصده عليه الهرمونات يقول سيركليتنج مسنجر. often under the influence طبعا الاندوكراين يكون تحت تاثير منه، يكون تحت تاثير السنترال نيرفس سيستم او الاوتونوميك نيرفس سيستم او اثنيناتهم. اوكي زين الايفولوشن اوف هرمونز اند ذير اكشن اون تارجت سيلز. شنو تطور الهرمونات؟ هرمونز كومبيرز يعني الهرمونات عندنا ثلاث انواع ستيرويد امينو وبيبتايد. البيبتايد هرمونز ار شبيهم ار باي فار موست نيومرس. منو اكثر نوع موجود عندي من الهرمونات؟ البيبتايد هرمونات هم اكثر عددا. زين ماني هرمونز كان بي جروبد انتو فاميليز. اوكي بس على اي اساس اسويهم فاميليز؟ يا اما اقسمهم على اساس الستراكشر التشابه بالستراكشر يعني التشابه بالتركيب او على اساس شنو التشابه بالريسبتر ذي اكتيفيت، يا اما اصنفهم الى عوائل على اساس الريسبتر اللي اكتفوا مثلا عائله الهرمونات التي تفعل ريسبتر جي بروتين كاب ريسبتر او عائله الهرمونات اللي كلها تكون دهون وهكذا او كلها تجي من الكوليسترول. اوكي فعندنا طريقتين انه نسوي بها الجروبات يعني نصنف عليها اساس الجروبات. The number of hormones اوكي and their diversity increase as one moves from simple to higher life form. اوكي فكل ما تزداد اوكي تعقيد الحياه مال شو اسمه مال الكائن، كل ما تزداد اوكي تعقيدا وتنتقل من simple life form الى high life form راح نحتاج الى شنو؟ راح نحتاج الى هرمونات اكثر وعددا طبعا ومختلفه متنوعه. اوكي فتزداد الدايفرسيتي ويزداد النمبر مال الهرمونز. اوكي reflecting حتى طبعا شنو حتى يعني وهذا الزياده بهذولي بالعدد والتنوع مال الهرمونات يعكس انه ايش قد انه تشالنج يصير عندنا تحدي حتى نوصل للهيموستاسيس. لان شنو وظيفه الهرمونات هي؟ انه نوصل للهيموستاسيس. اوكي بس اذا كان اللايف ستايل العفو اللايف فورم هاي اوكي مو سمبل، فحتى نوصل للهيموستاسيس نحتاج الى شنو؟ نحتاج الى اكثر هرمونات واكثر تنوع من الهرمونات. فور اكزامبل بعد هنا شنو عندي reflecting تمام. فور اكزامبل هنا عندنا among the peptide hormones several are شنو are heterodimers that share a common alpha chain okay و beta chain and the specific cause of thyroid stimulation hormone and specific sorry in the specific case of thyroid stimulation hormone و follicular stimulation hormone و luteinizing hormone هذول كلهم يعني يشيرون كلهم لهم نفس الالفا بيتا تشين. هذول اذا قلنا انه هرمونات تحتوي على نفس البيتا والالفا تشين عندهم نفس البيتا والالفا تشين. شنو يعني البيتا والالفا تشين؟ هذه بيتا تشين وهذه الفا تشين وهذا هو الهرمون اللي يكون هيترودايمر يكون على شكل سلسلتين من البيبتيدات. فهذه الفا واحده وواحده بيتا. فعندنا هرمونات بيبتيديه اللي هم الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش. هذول بيبتيدات اوكي احنا قلنا ثلاث انواع بيبتايد امينو وستيرويد. البيبتيدات هذول نعطينا هسه حاليا ثلاث امثله عليهم. هذول الثلاثه وبعد شنو هذول الثلاثه مميزين هماتين؟ هذول الثلاثه مميزين باحتوائهم على شنو؟ على الفا وبيتا تشين مشابه. اوكي بعد شنو عندي هنا؟ هذا مو مهم. This was accomplished by co-elevated. طبعا نعطينا هنا مثال على التطور مال الريسبتورز. يقول لنا انه صار عندنا تطور بريسبتورات معينه مثل ريسبتور الجي بروتين كاب ريسبتور اوكي وريسبتور التايروسين كاينيز. هذول صار عليهم تطور او يصير عليهم تطور ويستمرون بالتطور مع زياده مع تطور الهرمونات وكله يصير بسبب الهاي لايف فورم. اوكي ستيرويد ار شنو؟ ستيرويد اند ثايرويد هرمونز ار ديستينجويشد by the predominantly intracellular site of action. Okay. Since they can diffuse, lowly,
طبعا شنو يعني هذا الحكي؟ هذا انه الستيرويد والش اسمه يكونون انترا سيلولار سايت اوف اكشن، عندهم انترا سيلولار سايت اوف اكشن. شنو يعني؟ يعني سنس انه هم يقدرون يذوبون بكل بساطه، سنس ذي كان ديفيوز فريلي ثرو دي سيل ممبرين، انه يقدرون يذوبون ببساطه خلال غشاء الخليه. ذي بايند تو ا فاميلي اوف لارجلي اوكي ذي بايند يعني يرتبطون بشنو؟ بسيتوبلازميك بروتين نون از از نيوكليير ريسبتر. فهذول من الستيرويدات يرتبطون بنيوكليير ريسبتر، بينما البيبتايدات يرتبطون بشنو؟ البيبتيدات يرتبطون والامينز، البيبتايد والامين هرمونز يرتبطون بشنو؟ بسيرفس ريسبتر. شنو يعني؟ يعني هنا عندنا الستيرويد، هذا ستيرويد هرمون، ستيرويد هرمون هو ليبيد اوكي، وهاي الخليه، هذه الخليه يكون غشاء ليبيد، فالستيرويد الهرمون الليبيد يذوب بالغشاء، بالتالي يفوت بكل بساطه عن طريق الديفيوجن يذوب. زين، بينما اذا كان عندي هرمون بيبتايد اوكي، بيبتايد او امين، هذولي ما يقدرون يفوتون عن طريق شو اسمه غشاء الخليه اللي يكون شنو؟ اللي يكون دهني. فلذلك شو يحتاجون؟ يحتاجون سيرفس ريسبتر، ريسبتر يكون على غشاء الخليه. بينما الاستيرويد ما يحتاج سيرفس ريسبتر لانه يقدر يفوت من الغشاء، بالتالي يحتاج بس نيوكليير ريسبتر. اوكي؟ هذا الحكي الحد اللي جاي، يحتاج نيوكليير ريسبتر. دي ريسبتر ليجند، بعدين الريسبتر هذا راح يرتبط ب الهرمون. طبعا الهرمون فات الى داخل الخليه وارتبط بالريسبتر، فمن يرتبط الهرمون بالريسبتر داخل الخليه، طبعا الهرمون الستيرويدي اوكي، راح يكون لنا معقد او مركب اسمه شنو؟ اسمه ريسبتر ليجند كومبلكس. هذا الريسبتر ليجند كومبلكس راح يروح شنو؟ ترانسلوكيتد للنيوكليوس. هذا المعقد هسه اجى هذا شو اسمه ارتبط بالريسبتر مالته وصار هذا المعقد عندي، هذا المعقد راح يروح للنيوكليوس اوكي، يروح للنيوكليوس اللي هي النواه مال الخليه هاي. زين، من يروح للنيوكليوس راح يسوي؟ فيا اما طبعا هو من يروح للنيوكليوس هاي العمليه اللي هو يصير يا اما او يتحول الى هيترودايمر، يا اما يصير هومر هومودايمرايزد اوكي، يا اما يصير هيترودايمر. عموما فمن يروح هذا الستيرويد هرمون زائد الريسبتر النيوكليير ريسبتر مالتي يفوتون للدي ان للنيوكليوس، بالتالي يرتبطون بالدي ان اي اوكي، راح يرتبطون بالدي ان اي. ومن يرتبطون بالدي ان اي راح يسوون الوظيفه مال الهرمون اللي هو اصلا انفرز على مودي، اللي هي شنو؟ يا اما يزيد الجين ترانسكريبشن، يا اما يقلل الجين ترانسكريبشن اوكي. زين، هرمون سيكريشن، الافراز الهرمونات، the regulation of hormone synthesis، hormone secretion، the طبعا شو اسمه synthesis والبروكارسن هسه مبدئيا. the regulation of hormone synthesis depend on شنو؟ on chemical nature. synthesis مال المنو مال الهرمون تعتمد على chemical nature for peptide hormones as well as شنو؟ الهرمون receptors مالتهم. synthesis control التكوين، synthesis يكون controlled او يتم التحكم به او controlled by شنو؟ by at the level of شنو؟ of transcription. يعني اذا اريد اعرف synthesis مال البيبتايدز، synthesis مال البيبتايد هرمونز اوكي، synthesis اوكي مال البيبتايد هرمونز تكون منو اللي يتحكم بها؟ يتحكم بها الجين ترانسكريبشن. هذه اول نقطه. ثاني نقطه شنو؟ for amine and steroid hormones. هسه خلصنا من البيبتايدات، هسه نجي للامين والستيرويد هرمونز، منو اللي يتحكم control synthesis مالتهم؟ synthesis is controlled indirectly، تكون مسيطر عليها بشكل غير مباشر. باي شنو؟ باي ريجوليشن اوف برودكشن اوف كي سينثيتك انزيمز از ويل از ذا سبستريت افيلابيلتي اوكي، يتم التحكم بهم عن طريق شنو؟ عن طريق البرودكشن، عن طريق افراز برودكشن اوف كي سينثيتك انزيمز، عن طريق الكي سينثيتك انزيمز، وهماتين عن طريق شنو؟ توفر السبستريت افيلابيلتي، لان السبستريت اللي هو شنو؟ اللي هو المكون الاساسي اللي يتكون من الانزيم. وطبعا البرودكشن مال الانزيم، اذا كان عندنا انزيم اوكي، انزيم وعندي السبستريت متوفر، فراح يجي الانزيم يسوي كليف للسبستريت وينطي الهرمون، فيكون شنو السينثيسيس مالتهم يتم التحكم بها عن طريق دول الاثنين، عن طريق الانزيم والسبستريت. زين، the major peptide hormones are synthesized initially as much larger polypeptide chain. شنو هو the major peptide hormone are synthesized اوكي initially as much larger peptide chain. يكون يعني هذا ده يحكي هنا على البريكورسر، يقول لك انه مبدئيا البيبتايد يكون على شكل لارج بيبتايد تشين، بعدين شنو هاي اللارج بيبتايد تشين يصير لها كليفج من مواقع معينه. هاي اللارج بيبتايد تشين الانيشيالي يعني اول شيء يتم تكوينه، هذه تسمى بري برو هرمون، بري برو هرمون اوكي. فبعدين هذه اللي يشتغل عليها انزيم اسمه بروتيزز، يقطعها يا اما من مكان معين حسب نوع البروتيزز هذا، فراح يقطعها من مكان معين ويكون لي البرو هرمون. بالبدايه كان عندي بري برو او بريكورسر يسموه، هذا اللي هو لارج شو اسمه لارج بيبتايد تشين، فصار له اول قطع صار بري برو هرمون. بعدين هذا البري برو هرمون راح يصير له هم ينقطع من خلال انزيم ثاني اسمه بروتيزس، راح ينطيني شنو؟ ينطيني فاينل هرمون، ينطيني فاينل هرمون. فبريكورسر او بري برو هرمون يصير له قطع ينطيني برو هرمون، بعدين ينطيني شنو؟ الفاينل هرمون. اوكي زين، مثل ما انه اعتقد هنا هم راح يبلش بيه يصير سبيسيفيك بروتيزس اوكي، عن طريق بروتيز معين تو شنو؟ تو ييلد فاينل هرمون بالاخير. اوكي، ان سم كيسز
multiple hormones may be derived from the same initial precursor. شنو معنى هذا الحكي؟ يعني انه ممكن انه اسوي اكثر من هرمون، مثلا هرمون اكس وهرمون واي، هذول اثنيناتهم انا جايبهم من نفس المصدر اللي هو نفس الماده الاساسيه اللي هي البريكورسر او شنو او البري برو هرمون. بري برو هرمون هاي الماده الاساسيه، اجت قطعتها من مكان معين عن طريق انزيم معين انطتني برو هرمون، بعدين قطعتها من مكان ثاني بانزيم ثاني فانطاني الهرمون واي، بدلت هذا الانزيم بانزيم ثاني راح ينطيني الهرمون اكس، فهو نفس الماده الاساسيه البريكورسر نفسه او البري برو هرمون نفسه، بس النواتج اختلفت لان اختلف عند الانزيم اللي راح يقصه اوكي واللي يسوي الكليف. فممكن انه يكون نفس المصدر ينطيني اكثر من نوع مختلف من الانزيم، وهذا الشيء انه نفس المصدر ينطيني انواع مختلفه من الانزيم نسميه جيناتيك ايكونومي اوكي، ويعني هذه العمليه مثل ما يقولوا هنا ذس بروفايد فور ا ليفل اوف جيناتيك ايكونومي اقتصاد جيني. اوكي it is also notable that the hormone precursors themselves are you know, are typically inactive. اوكي it is also notable انه البريكورسر هذا الماده الاساسيه اللي هو البري برو هرمون اوكي البريكورسر الاساسي الماده الاساسيه يكون inactive يعني ما يسوي له وظيفه الهرمون، بينما من اللي يكون اكتف وفعال ويسوي له الوظيفه الفاينل هرمون الفاينل هرمون اوكي الفاينل هرمون يسوي له الوظيفه بينما البريكورسر ما راح يسوي له وظيفه. Themselves are typically inactive. Okay, this may, you know, may be a mechanism for providing additional measure for regulatory control in these cases. In the case of thyroid hormone, may take this aside. هذا مو مهم. زين. And synthesis of all, the synthesis of all of the protein peptides. يعني البيبتيدات. هاي هنا عادنا الحكي اللي حكيناه هنا بالبداية إنه synthesis تكوين البيبتيدات الهرمونات البيبتيدية منو يتحكم بي إنه يتحكم بي الجين ترانسكريبشن. وين؟ حكيناه هذا هستون هنا. انه هذا ليفل اوف جين هذا ليفل اوف جين ترانسكريبشن فهنا ندي عيدنا اوكي كنترول باي ترانسكريبشن العفو يعني تكون يتحكم بها او سبجكتد الى شنو الى ترانسكريبشن كنترول. ان اديشن ذير از ان اديشن ذير از ا بروفيجن فور العديد من المهمه سينس ذا ريجوليتوري ريجن اوف ماني بيبتايد هرمونز جينز كونتين بايندينج شو اسمه بايندينج سايتس هاي الموتيفس يعني سايتس يعني مواقع ارتباط بايندينج سايتس مواقع ارتباط فور نيوكليير ريسبتور اوكي discussed above هذه يجي فانه شنو البيبتايد هرمونز اوكي البيبتايد هرمون جينز من يقول بيبتايد هرمون جينز تدري يعني شنو يعني انه جين يعني ده يقصد عليه البريكورسر هو مو اكو دي ان اي هذا دي ان اي بي جينوم اوكي الدي ان اي بي الجينوم الجينوم هو نفسه هذا الجين اللي بنحكي عليه هنا فهذا الجين راح يجي ويصير له شو اسمه ينطيني ام ار ان اي هاي العمليه اسمها ترانسكريبشن فانطاني الام ار ان اي بعدين الام ار ان اي راح يتحول لي الى شنو راح يتحول لي الى بري برو هرمون اوكي والبري برو هرمون تجي يصير برو هرمون والبرو هرمون يجي يصير شنو يصير فاينل هرمون اوكي فميجينا يقول لي الهرمون البيبتايد هرمون جين ده يحكي عليه عرفنا شنو هذا البيبتايد هرمون جين كونتين بايندين مود سايتس فور نيوكليير ريسبتورز اوكي الى مواقع ارتباط او ممكن انه يعني يرتبط بنيوكليير ريسبتور فيقول لك انه الهرمونات البيبتايديه ممكن انه يتم التحكم بافرازها عن طريق هرمونات اخرى اوكي الهرمونات البيبتيديه ممكن انه يتحكم بافرازها عن طريق هرمونات اخرى مثل منو مثل حاله التي اس اتش والتي 4 فور اكزامبل هنا قال لنا انه ثايرويد هرمون دايركتلي سبريسز تي اس اتش اكسبريشن فيا ثايرويد هرمون ريسبتور اوكي فالثايرويد هرمون اللي هو التي 4 شنو يوقف لي افراز التي اس اتش واثنيناتهم هم بيبتايدات ليش لان التي اس اتش اوكي والثايرويد اثنيناتهم هم بيبتايدات ويحتوون على شنو على مواقع بايندينج نيوكليير ريسبتور اتمنى يعني انه فهمتوا هو يعني مدى اشوف انه هي كلش مهمه بس The specific mechanism of regulation of the hormone tracks is essential for the function of feedback loop. بيحكي على هذا انه يكون الهرمون البيبتيدي انه يتم التحكم به من خلال هرمون ثاني، يقول انه هذا يكون شيء اساسي حتى يصير عندنا الفيدباك لوب. شنو الفيدباك لوب؟ الفيدباك يعني انه مثلا هذا الهرمون اللي هو تي اس اتش اوكي وعندي هرمون اسمه تي 4. التي اس اتش مسؤول عن تحفيز افراز التي 4، والتي 4 من يعلى النسبه مالته يروح يسوي لي شنو؟ يروح على الخلايا اللي تفرز التي اس اتش يسوي لهم تثبيط. فيقول لهم وقفوا التي اس اتش لان التي اس اتش ده يخليني انفرز هوايه وهو اصلا الليفل مالته هوايه فيسوي تثبيط فهذه يسموها لوب هاي الحلقه مال انه هذا يقلل هذا وهذا يزيد هذا لوب او فيدباك يسموها فيدباك لوب اوكي فالفيدباك لوب هي تعتمد على المبدا انه الهرمونات البيبتيديه واحد ممكن ياثر واحد على افراز الثاني زين as well be addressed in greater هذه هيجي فور اكزامبل هنا نبلش منها maybe also regulated via just transcription هذه هيجي elevated levels of شنو elevated levels of circulating glucose stimulate the transcription of insulin mRNA زين بس ساعه قلنا انه شنو قلنا الانسولين طبعا هو شنو هو بيبتايد هرمون تمام زين ارتفاع الجلوكوز بالدم اوكي راح يسوي لي شنو هاي طبعا هنا يعطيني امثله حتى نفهم ارتفاع الجلوكوز بالدم راح يزيد لي راح يسوي لي stimulation الى افراز او راح يحفز لي تكوين الانسولين شلون راح يتكون الانسولين بهاي الحاله
يقول لك انه هو يسوي ستيميليت للترانسكريبشن اوف ام ار ان اي، لان الانسولين يتكون من شنو؟ من بري، هو عباره عن فاينل هرمون، وهذا الفاينل هرمون جايني من شنو؟ جايني من برو هرمون، والبرو هرمون جايني من بري برو هرمون، والبري برو هرمون جايني من ام ار ان اي صار له ترانسكريبشن. اوكي، والام ار ان اي جايني من الجينوم. اوكي، فهذه السلسله انه لازم نحفظها. حتى مثلا هسه انا جاني قال لي قبل انه راح يزيد لي الام ار ان اي، بالتالي انا لازم اعرف شنو انه اذا صار ترانزليشن للام ار ان اي يعني شنو؟ يعني الانسولين راح يزيد، لان عمليه الترانزليشن للام ار ان اي راح تعطيني شنو؟ راح تعطيني بري برو هرمون، بعدين برو هرمون، بعدين هرمون فاينل، والهرمون الفاينل منو هو؟ هو الانسولين. اوكي، ذيس افكت ار ميديتد باي ابيليتي اوف جلوكوز تو انكريز ذا انتراكشن اوف ذا انسولين ام ار ان اي، بالتالي فيا ما ادري شنو دي ان اي بايندينج بروتين وش شنو انكريز بالضبط هذا الحكي مالته، وش انكريز شنو؟ انكريز ذا ستابيليتي ان انهانس اتس شنو ترانزليشن. شنو يعني انهانس اتس ترانزليشن؟ الام ار ان اي راح يصير له ترانزليشن، بالتالي تنطيني بنا كم شهر كم عمليه عددتهم استوني بالنهايه يكون فاينل هرمون اللي هو ال الانسولين، والانسولين راح يزداد. هنا عندنا فقره من الحشو تركتها سكريشن الافراز. The secretion of many hormones is via a process of exocytosis. The secretion is via a process of exocytosis. طبعا انا السكريشن عندي بيه نقطتين، هاي نقطه وهذه نقطه. النقطه الاولى انه البيبتايد هرمونز، هسه نادي نحكي على البيبتايد هرمونز، يصير لهم exocytosis. اوكي، ويكونون مخزونين داخل شنو؟ داخل جرانيولز، يعني داخل حويصلات، يكونون مخزونين داخل حويصلات داخل الخلايا اللي راح تفرزهم، وعمليه افرازهم تسمى الاكزوسايتوسيس، يعني الاخراج الخلوي. اوكي زين، اكزوسايتوسيس اكتيفيتد يعني الاخراج الخلوي يبلش وين؟ وين ذا سيل تايب وذ سينثيسايز ذات سينثيسايز اند ستور الهرمون هذا اكتيفيتد باي سبيسيفيك سيجنال. اوكي، ايش وقت يتم تحفيز الاكزوسايتوسيس اللي هو الافراز الخلوي؟ يتم تحفيز الاكزوسايتوسيس عن من يجي سبيسيفيك سيجنال للخليه اللي خازنته. مو احنا قلنا انه الهرمون مخزون داخل الخليه، فيجيها اشعار سبيسيفيك سيجنال، وهذا الاشعار ممكن يكون نيورو ترانسميتر يعني اشعار عصبي، او ممكن يكون بيبتايد ريليسن فاكتور يعني هرمون ثاني يخلي هاي الخليه انه يسويها اكتيفيشن ويخليها تفرز الهرمون اللي مخزون داخلها بحويصله. اوكي، ويفعل الاكزوسايتوسيس. هذا كله حكي على منو؟ على البيبتايدات. زين، شنو الوضع بالافراز مال الستيرويد؟ Okay, secretion of stored hormones with that of those are continually released by diffusion. هذول الستيرويد، الستيرويدز راح يتم افرازهم by diffusion مو exocytosis. الستيرويدز ما يتم خزنها داخل الحويصلات داخل الخلايا، الستيرويدز هرمونز مو مثل الامينو والبيبتايد. ليش؟ لان الستيرويد هرمونز هم اصلا يذوبون بالغلاف، فما يحتاجون انه نسوي لهم اكزوسايتوسيس اللي هو اخراج خلوي، انه حويصله تذوب بالغلاف وتخرج محتوياتها للخارج. ما يحتاج حويصله تجيبه وتطلعه برا الغلاف، هو اصلا يقدر يعبر من الغشاء مال الخليه لان هو ستيرويد، لان هو دهن. اوكي زين، كنترول اوف ذا سكريشن اوف ذا ليتر مولكيول across via kinetic influence on the synthetic enzyme of carrier protein involved in hormone production. هذا شنو يقول؟ انه شنو شلون راح يصير الكنترول على التصنيع؟ شلون راح مساعخذ الكنترول على السينثيسيس، العفو على التصنيع. هنا شلون راح يصير الكنترول على الافراز؟ الافراز راح يصير كنترول شلون؟ كنترول اوف ذا سكريشن اوف ليتر مولكيولز اللي هم يعني الستيرويدز occur via kinetic influence، تاثير حركي on the synthetic enzyme والكارير بروتين اللي ينقلهم طبعا. اوكي، فراح يصير تاثير حركي على ذولي، وبالتالي هذا هو اللي راح يتحكم لي بالسكريشن مالتهم. فور اكزامبل شنو عندي؟ عندي الستيرويدوجينيك اكيوت ريجوليتوري بروتين اللي اسمه المختصر مالته ستار. اوكي، ستيروجينيك اكيوت ريجوليتوري بروتين ستار از شنو؟ از ا ليبل ليبيال از ا ليبيال بروتين هوز شنو اكسبريشن اكتيفيشن والدي اكتيفيشن ار ريجوليت باي انترا سيجنالينج intracellular signaling، يعني الشغل مالته انه يتاكتف او يقل او تقل الاكتف مالته، يكون التحكم به عن طريق منه؟ عن طريق intracellular signaling. اوكي، والستار هذا شنو وظيفه الستار؟ طبعا هذا السطرين مو اللي يعني انه تركزوا لي عليهم، ركزوا لي على انه الستار وظيفته شنو. وظيفته انه ستار ترافيكس الكوليسترول فروم ذا اوتر تو ذا انر ميمبرين ليفليت اوف ذا ميتوكوندريا، يعني يكمش الميتوكوندريون، يعني يكمش الستار، يكمش الكوليسترول بيده. اوكي، ويفوت الى داخل الميتوكوندريا مال الخلايا اللي الافرازيه. because this is a rate limiting first step in the synthesis of steroids. فيعني هو اول خطوه راح تصير بتكوين الستيرويدز، لان الستيرويدات هي تتكون من منو؟ تتكون من الكوليسترول. يتم تكوين الستيرويدات الهرمونات الستيرويديه من الكوليسترول. زين، فالستار يجيب الكوليسترول ويفوت للميتوكوندريا تكون شنو؟ تكون عندي ستيرويدز. فاول خطوه لتكوين الستيرويدز هي منو؟ هي الستار ترافيك الكوليسترول الى داخل شنو؟ الى داخل الميتوكوندريا. هذا اجت وزاريه شنو الفيرست ليميتنج ستيب تو سينثيسايز كوليسترول، تقول له الستار انه يترافيك الكوليسترول ويدخله الى الميتوكوندريا، هاي اول خطوه.
اوكي. ان اديشن سوري ان اديشنال كومبلكسيتي يعني تعقيد اخر ممكن يصير ريليت تو هرمون سيكريشن ريليت تو ذا فاكت اوف ذات سم هرمونز ار شنو ار سيكريتد ان باليستايل مانر. اوكي فتعقيد ثاني يكون من ضمن التعقيدات اللي تصير بالهرمون بافراز الهرمون انه السكريشن مالته الافراز مال الهرمون هذا يكون باليستايل مانر. شنو يعني باليستايل مانر؟ يعني الهرمون يزداد الافراز مالته بعد يعني يقل يزداد ويقل يزداد ويقل اوفر تايم ما يكون يعني ما يكون بصوره مستمره الهرمون يعني دي يعني ينفرز بصوره مستمره يكون يزداد وينزل ويزداد وينزل وهاي الصعود والنزول البيك ان ايب. اوكي صراحه بس خليني ارجع وهذا البيك والايب مال شو اسمه ريليتيف تو ذا سيركاديان ليفل سيركاديان ريذم يعني تكون وهاي الصعود والنزول يعتمد على شنو؟ يعتمد على الساعه البيولوجيه وهماتين يعتمد على وقت الطعام وهماتين يعتمد على يعتمد على وقت الطعام وبعد على فد جنريترز ثانيين. اوكي وممكن انه يختلف وقت الصعود والنزول هذا من ملي سكند الى سنوات من ملي سكند الى ييرز 2 ييرز. زين باليستايل سيكريشن از اوفن ريليتيد تو ذا شنو تو ذا اكتيفيتي اوف اوسكيليترز. الاوسكيليترز شنو هذول الاوسكيليترز؟ يقول لك الباليستايل سيكريشن الافراز بالاسلوب الباليستايل النبضي يعني على شكل نبضات يكون شنو يكون ريليتيد يعني يتم التحكم به عن طريق شنو عن طريق الاكتيفيتي مال الاوسكيليترز. الاوسكيليترز هم مذبذبات موجودين بالهايبوثالامس. خلينا نفصلها هذه الهايبوثالامس بها اوسكيليترز. اوكي هذول الاوسكيليترز هذول الاوسكيليترز ينظمون افراز شنو افراز الهرمون على شكل نبضات. اوكي شلون ينظمون افراز الهرمون على شكل نبضات؟ هذول الاوسكيليترز الموجودين بالهايبوثالامس يفرزوا لي ريليسينج فاكتورز ار اف ريليسينج فاكتور. زين هذول الريليسينج فاكتورز يروحون للبلد اللي يفوت للبيتوتري من الهايبوثالامس يروحون للبلد اللي يفوت للبيتوتري. بالبيتوتري هذول الريليسينج فاكتورز راح يسوون لي شنو؟ راح يفرزوا لي هرمونات وبس شنو بس يكونون بشكل باليستايل. اوكي هماتي تعال هسه نفهم هذه الحكيه تو شرحتها هنا بالملزم وين دي يقول لي انه الاوكسيليريترز هذول الاوكسيليترز هذول الموجودين بالهايبوثالامس ذات ريجوليت شنو الممبرين وظيفتهم الاساسيه انه ينظمون الممبرين بوتنشال. اوكي جهد الغشاء مال الخليه مال النيورونز الخلايا العصبيه بس هنا انت سكريتين البارست اوف شنو اوف هرمون ريليسينج فاكتورز. فهم قلنا شنو يسووا لي هرمون يفرزوا لي هرمون ريليس فاكتور الار اف اي الار الاتش اف هو هرمون ريليس فاكتور. اوكي ار اف اتش ار اف عموما الاوسكيليريترز هذول الموجودين بالهايبوثالامس يسووا لي شنو يفرزوا لي الهرمون ريليسينج فاكتورز انتو ذا شنو انتو ذا بلاد اوف الهايبوفيجال او الهايبوفيجال بلاد يعني الهايبوفيجال بلاد اللي هو يعني راح يفوت البيتوتري. بعدين الهايبوفيجال بلاد فلو ذات ذن كوز ذا شنو ذا ريليس اوف البيتوتري واذر داون سيندروم هرمونز. اوكي ان ذا سيميلر باليستايل مانر يعني هم راح يجون الريليسينج فاكتورز هذول اللي تكونوا بالاوسكيليريترز اللي موجودين بالهايبوثالامس راح يفوتون للبيتوتري عن طريق شنو عن طريق الهايبوفيجال بلاد. اوكي يجون ويا الهايبوفيجال بلاد ويفوتون للبيتوتري بالبيتوتري راح تنفرز الهرمونات مال البيتوتري بسبب هذول الاوسكيليريترز. بس قلنا انه الاوسكيليريترز هم شو يسوون افراز بشكل ذبذبات بالتالي ذول الهرمونات اللي ينفرزون من البيتوتري شبيهم راح يكون افرازهم باليستايل مانر يعني على شكل نبضات. اوكي فهمنا شنو يعني الباليستايل سكريشن ومن المسؤول عنه. زين there is advance in the there is evidence that the that these hormones pulses convey different information of ADHD. عندنا هنا انه therapeutically انه علاجيا الباليستايل سيكريشن الافراز هذا النبضي الهرمون اللي ينفرز بشكل نبضي يعني ساعه صاعد ساعه نازل. اوكي هذا شبي هذا يكون challenge يسوي لي challenge يعني يكون شويه يسوي يكون يعني انه اذا صار عندي مشكله اذا صار عندي مشكله بافراز هذا الهرمون. اوكي يعني هذا الهرمون اللي هو ينفرز باليستايل بشكل نبضي اذا صار عندي مشكله بي مثلا ديفيشنسي او فتشي صار بي فت خلل انه اعوضه من برا اجي بشكل اوبر يعني انه اخذه من برا راح يكون شيء صعب لانه هو ساعه نازل ساعه صاعد. اوكي فيكون تشالنج وهنا يقول لك دو تو ديفيشنسي مثلا اذا صارت بي ديفيشنسي فريبليس ان ا براكتيكال هرمون ذات از نورمالي سيكريتد ان ذس واي فال شو اسمه تبديل الهرمون اللي بالعاده ينفرز بهذه الطريقه يكون شنو تشالنج. بعد عندي هرمون ترانسبورت ان ذا بلاد بعدين ناخذ الهرمون ترانسبورت ان ذا بلاد.